ايه يا فرح، انت فين يا حبيبتي؟ انا في الجامعه يا علي. ما انا في الجامعه، وانت فين بالظبط؟ اه انا شفتك اهو. يلا شفتك جاي. طب بتعمل ايه انت؟ اللي بعمل ايه انا؟ فرح كلمتني وجايل. طيب خلاص انا موجود، اتفضل انت. انا مش جاي عشانك انت، انا جاي عشان اختي. يا فرح، اللي حصل؟ في ايه يا فرح؟ في ايه يا فرح ما تتكلمي؟ حبيبتي مالك، فاهمينا طبعا عشان نفهم ايه الحوار. طيب بالراحه بالراحه، بس ايه اللي حصل؟ في ولد كان هيتحرش بيا. واد مين؟ فين ده؟ بالراحه بعد اذنك، واحده واحده. ولما شتمته كان هيمد ايده عليا. فين هو؟ فين هو دلوقتي؟ مش عارفه راح فين. من ساعتها في مكاني خايفه اتحرك. انت ما تخافيش، هو اللي يخاف. فين هو دلوقتي؟ خدينا ليه؟ طيب حصل فين الكلام ده؟ كافيتيريا جوه. رقم واحد هو ده. هو فين؟ بالراحه يا علي. بس بقول لك يا كابتن، قوم لي كده، قوم لي كده. انت لسه هتتكلم لك علي في يلا انزل. انت كويس؟ في يا علي، انت اتوترت ولا ايه؟ ما توترتش، لسه احنا في جامعه بالراحه. انت كويس؟ انا تمام. كويس يا فرح؟ تمام. اوصلك. ها يلا بينا. خفيش يا حبيبتي، هو مش هقرب منك تاني. حبيبي ايدك دي ما تحطهاش عليها. ها دختي على فكره. معلش معلش يا بابا، ايدك جنبك يا حبيبي. شكرا يا حسين، شكرا انك رديت عليا. اصلا كنت ملفومه ومش لاقي حد، انت الوحيد اللي رديت عليا من اول مره. لا ما تقوليش كده، علي جه برضه انقذ موقف حبيبي. والله اتلميتوا على بعض. ماشي يا فرح، تقلقش قوي كده، انت بقى مكان اخونا برضه، مش حد غريب. في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبي، يلا عشان اروحك.